منها. انا هسألك سؤال، هل هم لايك دي نيوميريتورز ولا ديفرنت دي نيوميريتورز؟ 3.1، هل هم لايك دي نيوميريتور يعني النيوميريتور متشابهين، ولا ديفرنت دي نيوميريتور يعني دي نيوميريتور مختلفين؟ لايك ولا ديفرنت؟ different 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 يعني denominator. Well, your first state to make you have to make them as the same denominator. How to make this? Choose the greater one. by Choose the greater multiply one by multiply. Okay, make a multiply. okay تبقى في الديمينيتور هتبقى تحت 2 by 2 وفوق 1 by 2، هتبقى اوكي equal يعني 2 over 4. and you will exchange, you will exchange the 4, you will exchange the 2 with 4, right? Yeah, right. فتخلي ال 2 4. اوكي يبقى هنا ال 4 will not change, it will be still 3 over 4, and the other denominator you will exchange it with 4. اوكي continue. ال 2 became a 4, you multiply by 2. So also up you have And to multiply by 2. الوانة تبقى مش هتبقى 2. Okay. Then make plus. اعمل بلس، يلا النيوميريتور بلس النيوميريتور والدينيوميريتور بلس الدينيوميريتور. ال 3 بلس 2 ادهم، انت قفلت المايك ادهم. اوكي يوسف، نعم ممكن تكمل؟ يوسف ممكن تكمل؟ حاضر يا مس. هتبقى مش هتبقى دلوقتي ثواني يا 5 يوسف، over 4 يا مس. ثانية يا يوسف، لحظة. 5 over 4 ده بروبر فراكشن ولا امبروبر فراكشن؟ ده بروبر فراكشن ولا امبروبر فراكشن؟ أدهم بأي سؤالك، ده بروبر فراكشن ولا امبروبر فراكشن؟ اوكي ال 5 over 4. اوكي يوسف اتفضل. هنحول ال 5 over 4 إلى 1 and 1 over 4. To 1 and 1 over 4. Okay, good job. This is what we will convert. You will convert it to a mixed number. It will be 1 and 1 over 4. Understand it or again? Understand it, يا شباب؟ شباب؟ Yes, ma'am. صعبة؟ Okay, تعالوا نروح للسكند question. تعالوا نروح يلا عند السكند question. السكند كويستشن هنا اللي هو كويستشن سي. يوسف ممكن تكمل السؤال بتاعك لو سمحت؟ ثواني بس، في حد بيحاول يدخل بس عنده مشكلة في النت. دي ممكن ندخله تاني من هنا. اوكي وكده النت عنده فيه مشكلة. اوكي يوسف ممكن تكمل كويستشن سي. احنا عملنا كويستشن 1 طلع 1 و1 اوفر 4 اللي هو اوبشن دي. هيلي كويستشن 2 ان تريانجل اكس واي زي ام ده، لا مش ام، هي دي ميجر، مش ام دي ميجر. ميجر اكس انجل اكس، ميجر انجل اكس. انجل اكس ايكوال 90% بيرسنت ميجر 90 ديجري، 90 ديجري. 90 ديجري. مش مش فاهم السؤال. اوكي انا عندي تريانجل، التريانجل فيه كم انجل يا يوسف؟ فول لا التريانجل فيه 3، التريانجل هو الشيب الوحيد اللي فيه 3 انجل. التريانجل هاد كم انجل؟ عنده 3 انجل. بيقول لك ميجر انجل اكس يعني الميجر القياس، وفي انجل اكس ايكوال 90
Measure angle Y equal 40 and measure angle Z equal 50. Again, measure angle X equal 90, measure angle Y equal 40, measure angle Z equal 50. Then what? Then the triangle is not angle. هنا بيسأل على نوع التريانجل depend on its angle. ثواني يا لوجين بعد يوسف بس دقيقة واحدة بس. يوسف بيسأل عن التايب of the triangle depend on its angle. How? أول step, what is the greatest angle? مين أكبر angle موجود عندك هنا يوسف؟ X. X. What is the measure? What is the type of angle X? مش هيكتب في الشات. Acute. Familiar. هاي الميجر بتاعها بكام؟ رايت. الميجر بتاعها ب 90 هتكون رايت. So the triangle will also be right. صعبة؟ يوسف صعبة عادة تاني؟ لا شكرا. لا. تمام. يلا يا لوجيني دي. تمام. Number D. The y coordinate of 0 and 7 is y. One second. الواي هتكون 7. اوكي صح. يلا يا أروى. F. F يا أروى. Area of rectangle. Rectangle. The length teacher length yes I'm with you length multiply what multiply length multiply with okay Musab Musab the Rahman okay تفضل ال 7 over 8 7 over 8 multiply 12 equal 14 over 8 multiply multiply x بال x equal كام؟12 x يعني ال 7 over 8 هي equal لل 14 over 7 over 8 برضو يعني ال 7 over 8 equal لل 14 over 8 عشان اقول ال x هتكون ب 12 فكر مرة كمان او ممكن نفكر سوا هو ال 7 over 8 ال 7 over 8 multiply 12 ممكن نعمل تايمز عشان ممكن نعمل دي تايمز يا مصعب لو سمحت اديني الانسر بتاعتها يعني ال 7 over 8 multiply 12 equal كام؟ ال 7 multiply 12 مصعب سامعني؟ ال 7 multiply 12 equal اعمل ال 2 multiply ال 2 multiply 7 هتلاقيها 14 4 وكاري اب 1 7 multiply 1 ب 7 plus 1 8 يبقى 84 over 8 84 over 8 equal 14 over 8 multiply x ال 14 بقى multiply what equal 84 ازاي ال 14 تديني 84 لو عملت لها تايمز كام؟ تايمز 8 تايمز 8 جربها كده ها جربها يا كده يا يوسف يا مصعب يلا
هنضرب أول حاجة هنضرب الـ 8 في الـ 4. هنضرب الـ 8 في الـ 4 ولا هن divided؟ Divide. هن divided. هن divided الـ 84 over 14. 84 over 14. 84 over 14. أدي الـ 84 divided 14 equal كام؟ عشان أطلع إيه الرقم اللي أضربه في 84 يديني 14. يلا 14 by 1 جرب كده تبل ال 14 شوف مين فيهم هيديك 14. 14 by 1 equal 14. 14 by 2 14 by 2 equal 18 28 بقى 28. طيب كمل 14 by 3 13 by 14 ركز يا حبيبي 14 by 3 معلش يا مس مش سامع مفيش مشكلة بقول 14 multiply 3 بقول 14 multiply 3 14 multiply 3 equal 42 equal 42 أنا لسه عايز 84 أجرب ال 14 multiply 4 14 multiply 4 equal 56 اوكي لسه شوية هجرب ال 14 multiply 5 14 multiply 5 equal 70 لسه ما وصلتش هجرب ال 14 multiply 6 14 multiply 6 equal 24 لا equal 84 قصدي 84 84 يبقى ال x equal كام؟ x equal 6 بس صعبة؟ لا هي طويلة شوية بس مش صعبة اوكي تمام AM هو انت اسمك ايه؟ انت كاتب AM السلام عليكم اوكي سما 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 اوكي لجاي يس يلا حبيبتي ازاي حضرتك يا مس الحمد لله تمام يلا لو جاني ممكن نحل ايه في الكمبليت ايه ايه هاي مش فاكر height of cuboid length ال height of cuboid equal مش فاكرة الصراحة تاني مس ال height of cuboid equal ال volume divide ال area of base هي كانت ال rule area of base multiply height تاني area of base multiply ال height فأنا لو عايز ال height هعمل ال volume divide ال area of base ال volume ال volume divide ال volume divide ال area of base ال AB اوكي أدهم أو ثواني أدهم لوجين ثواني أدهم حلي يا لوجين اللي بعدها تمام the least common multiple of the denominator the numerators of fractions and is least common factor in the 3 6 multiple sorry هتبقى 6 تحت و
وفوق هو بس سؤال، لو انت خليتي الثري سي، لو انت قلتي ان الكومن مالتيبل هو السكس، هل السكس يقدر يديفايد على، هل السكس يقدر يديفايد على السفن؟ هو طالما كومن فاكتور لازم يديفايد على التو ديمريتورز. انت قلتي كومن مالتيبل، فالمفروض تجيبي المالتيبل بتاع السفن والمالتيبل بتاع الثري وتاخدي الكومن ما بينهم. ثواني. طيب في طريقة أحسن، ممكن تعملي 3 multiply 7. 3 multiply 7 بكم؟ 3 multiply 7 equal ثواني 21. طب كده هل 21 ال 3 كان divided 21؟ يعني 21 divided 3 كان work ولا كانت work؟ 3 over sorry 21 over 3. 21 over 3 equal كم؟ One second. Twenty-one divided three. Seven. Seven type with 7 divided 21. 7 divided 21 equals 3. Equals 3. يبقى كده ال سي ال 21 is a common factor. True or false? True. Okay. يبقى أسهل طريقة تجيب بيها common factor أنت تعمل two numbers دول time، يعني تعمل 3 multiply 7. 3 multiply 7 equal 21. يبقى ال common least common multiple أو ال LCM هو ال 21. يلا يا آدم. See if 1/2 time b equal 5/6, then b equal 1/2 5/6. هنعمل divided. في طريقة أسهل، لم الكومبيرنج يعني ال 1 بقت 5، ال 1 عشان تبقى 5 multiply كم؟ multiply 5. اوكي وال2 بقت 6 مالتبلاي كام؟ 2 مالتبلاي 4 قصدي معلش يا مس هتبقى 2 مالتبلاي 3 2 مالتبلاي 3. انت قصدك على النيوميريتور ولا الدينيوميريتور يا ادهم؟ ال3 دي في الدينيوميريتور ولا في النيوميريتور؟ يعني هتبقى 2 2 times 3 equals 6. اوكي يعني denumerator في 3. طب النيوميريتور النيوميريتور ال 1 بقى 5، 1 multiply what equal 5؟ 1 times 5. 1 multiply 5 بقى 5 over 3. صعبة؟ صعبة؟ لا خالص. اوكي اروى. تمام اروى. Yes. دي يا بابا. نعم. تيشر. question دي question دي. Okay. 5 times 5 minus 3 1/3. Okay. Okay, the meter have 5. ثواني بس، انت هتعملي ماينس ولا بلس؟ ماينس. اعملي ماينس. طب ثواني كده هكتب بس السؤال هنا على البورد. اول سؤال كان 2، لحظة. السؤال كان 2 و 2 over 5 minus 3 و 1 over 3. 2 و 2 over 5. minus 3 و 1 over 3 2
طبعا مش فاكرين كنا بنحل فين. يعني تمام احنا كنا بنحل هنا 2 1 2 2 over 5 ثواني ادي ال 2 ادي ال 2 هتعملي ماينس ولا بلس الاول؟ اعملي ماينس ولا بلس؟ ماينس. عامل وات ماينس وات يا اروى؟ اوكي هعمل 5 over 2 minus 3 1 over 3 يعني 5 و 2 over 5 minus 3 و 1 over 3. اوكي اتفضلي اعملي ماينس. اوكي five minus three and over three. Okay. Okay. So. أول حاجة الدينيوميريتور لايك دينيوميريتور ولا ديفرنت دينيوميريتور؟ ديفرنت دينيوميريتور. اوكي يبقى اول ستيت المطلوب من حضرتك انت تخليهم لايك دينيوميريتور او تو ميك ذيم لايك. ازاي اخليهم لايك؟ احسب ال ال سي ام. اوكي طلع ال ال سي ام ال ال سي ام لل 5 وال 3 طلع ال ال سي ام لل 5 وال 3. اوكي لا ثواني ما ينفعش نجاوب في دور حد. اسهل الطريقه تجيبي بيها ال ال سي ام اعملي لهم تايمز. يعني اعملي تايمز للاثنين زي ما احنا عملنا في السؤال اللي فات 3 ملتبلاي 5 3 ملتبلاي 5 15 بس هنخلي الدينوميريتور. Okay. 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 Five by 15. Multiply 3. Five by 15. Multiply كم؟ يعني مش فاهمة يعني أعمل إيه multiply؟ هو هنا كانت denominator 5 في الرقم القديم بقى في الجديد 15. ازاي ال 5 تبقى 15؟ ملتبلاي ولا ديفايد؟ ملتبلاي. ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 3. هتروحي للنيوميريتور وتعملي له ملتبلاي 3. 2 ملتبلاي 3 جيب 6. يبقى هنا في 6. ال 5 مش هتتغير وال 3 مش هتتغير. كملي ال 15 بقت 3 أو 3 بقت 15. 3 بقت 15 ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 5 ملتبلاي 1 5. بس تعملي ماينس دلوقتي الفراكشن ماينس الفراكشن والنمبر ماينس النمبر. 6 over 15 ماينس 5 over 15. اوكي الديمينيتور هيبقى زي ما هو و 6 ماينس 5 1. Five minus three. Two, yeah, two, one over 15. يبقى two, one over 15 صح؟ برافو يا رب. السؤال اللي بعد ده برافو يا أروى. مين محلش يوسف؟ يوسف انت بتحل بعد أروى؟ مين بتحل بعد أروى؟ تمام يلا يوسف. الليتر E 1 و 3 over 7 multiply what equal 1؟ 1 و 3 over 7 multiply what equal 1؟ 1 و 3 over 7 1 و 3 over 7 multiply equal 1 multiply كم؟ equal 1 multiply كام بس ما سمعتش multiply كام؟
4 over 7 لا 4 مستحق 1 minute كم تقدر تحول الميكسد نمبر ده لامبروبر فراكشن يا 1 تايم 7 ايكوال 7 7 تايم 3 ايكوال 21 لا هي بتعمل لها بلس 7 بلس 3 بلس 3 10 7 بلس 3 ايكوال كام 10 ثاني يبقى في هنا 10 اوفر 7 لو انت عايزها 1 بتضرب في المالتيبليكاتيف انفيرس المالتيبليكاتيف انفيرس لل 10 اوفر 7 المالتيبليكاتيف انفيرس اللي هو المقلوب بتاعها 7 10 اوفر 7 7 اوفر 10 7 اوفر 10 صح ان شاء الله انتوا راجعين من الاجازه مش فاكرين اساميكم اروى حلت صح يا اروى يس مصعب مصعب هتحل يا مصعب مصعب انا مش تمام ممكن تحلي يلا 1 over 7 divide 4 equal what 1 over 7 divided 4 اوكي يا ميس ثانية هي ال 4 4 ولا 4 over 1 4 over 1 4 over 1 لما اجي اعمل ديفايد كده انا بعمل ديفايد الاثنين فراكشن ازاي بعمل ديفايد بعمل ديفايد ازاي هي 4 over 1 هي 4 over 1 أول حاجة المفروض نخلي الـ divide دي multiply أول حاجة المفروض نخلي الـ divide ده إيه؟ multiply نخلي الـ divide ده multiply إزاي نخلي الـ divide ده multiply؟ أول حاجة عشان تعمل الفراكشن ما ينفعش ما عنديش رول لديفايد الفراكشن طب بحلها إزاي؟ تعمل الـ divide multiply تعمل الـ divide multiply ميس أنا مش سامع حاضر تعمل الـ divide multiply وتفلي بالفراكشن تعمل الـ divide multiply وتفلي بالفراكشن بتقلب اللي بعدها الـ divide هتعملي ايه؟ تعملي ايه multiply الـ divide هتعملها ايه؟ يعني هي 1 over 7 اهي الـ divide هتعمله multiply والـ 4 over 1 تبقى 1 over 4 تاني أقولها تاني حاضر أنا ما عنديش رول لديفايد الفراكشن طب بتحلها إزاي الرول بتاع الديفايد الفراكشن ده؟ قال لك لما يكون عندك فراكشن وفراكشن بتعمل منهم ديفايد تقلب الديفايد لمالتبلاي وتفلب الفراكشن يعني هي مثلا كانت 3 كانت 3 over 7 divided 4 أول حاجة الـ 4 دي تحتها 1 أول حاجة الـ 4 دي تحتها إيه؟ 1 أول حاجة الـ 4 دي تحتها إيه؟ 1 دي أول ستيت طب إيه الستيت اللي بعد كده؟ قال لك الـ divide دي حضرتك المفروض تقلبها multiply تاني الـ divide هتقلبها إيه؟ multiply اللي قبل الـ multiply مش بيتغير دلوقتي طب اللي بعد الـ multiply بعمل له flip يعني بحط الـ multiplicative inverse بتاعتي بدل ما هي 4 over 1 تخليها 1 over 4 وبعدين تعمل تايمز النيوميريتور تايمز النيوميريتور والدينيوميريتور تايمز الدينيوميريتور كده 3 over 7 3 over 7 ليه؟ انت ضربت ال 3 multiply 1 equal 3 صح؟ اوكي وال 7 multiply 4 ال 7 multiply 4 equal to 28 but the answer is what 3 fraction
28. يبقى 3 over 28. صعبة؟ لا لسه مش فاهمها؟ لا فهم. تمام اوكي، ناخد السؤال اللي بعده. ده كان سؤال مصعب. محمد مصطفى. محمد أيمز. يلا محمد، انت جريد كام يا محمد؟ 5. جريد 5. ده جريد 6. جريد 5 السيشن بتاعتها خلصت. اوكي تمام تمام. تلاقي عندكم ساينس دلوقتي، يدخل الساينس، هو هرب. يلا يا يوسف. يس مس. اتفضل. هو في اتنين يوسف؟ أنا واحدة. أنا واحدة في جي. فين عن جي؟ يس في اتنين يوسف. The area of لا هو يوسف.